وهينضم لينا على التليفون دكتور أشرف عقبة رئيس أقسام البطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقا. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. يعني طبعا في البداية عايز أسأل حضرتك الوضع العام للفيروس كورونا دلوقتي وأوميكرون، وطبعا بالإضافة حضرتك كلمنا عن تشديد الرئيس السيسي على أهمية اتخاذ واتباع كل الإجراءات الاحترازية. في الواقع احنا حاليا بنشهد زيادة في الأعداد، وخاصة بمتحور أوميكرون اللي هو سريع الانتشار، وطبعا ده بيخلي فيه أعداد كبيرة من المصابين بدأت فعلا أنها يتم تسجيلها من خلال وزارة الصحة وكمان من خلال العيادات الخاصة والمستشفيات، وده بيأكد على أن احنا فعلا في مرحلة فيها زيادة من الحالات، وخاصة كمان مع دخول موسم الشتاء واللي كمان بتزيد فيه حالات البرد والإنفلونزا الموسمية. وعلشان كده احنا علينا ان احنا نلتزم بكل اساليب الوقايه والاجراءات الاحترازيه عشان نقي انفسنا ونقي اهلينا من الاصابه بفيروس كورونا او حتى باعراض البرد والانفلونزا، لانها برضه بتسبب مشاكل كبيره في جهاز التنفس. طيب دكتور، يعني انا عارف ان احنا ممكن نكون سالنا ومع ضيوف كتير ودكاتره كتير زي حضرتك، لكن بنحب نوضح للناس لان هو ده السؤال اللي هو هم بيتفرجوا دلوقتي بيسالوا، اعرف ازاي انا عندي انفلونزا ولا اوميكرون؟ هو الحقيقه كلينيكيا بقى صعب جدا التفرقه بين الانفلونزا والاوميكرون، لانه الانفلونزا بتصيب الجهاز التنفسي العلوي واوميكرون برضه بيصيب الجهاز التنفسي العلوي. يمكن هو ده الخلاف بينه وبين دلتا اللي هو المتحور السابق اللي كان بيصيب الرئة والحويصلات الهوائية ويؤدي إلى ضيق في التنفس ونقص في الأكسجين والتهاب الرئوي. لكن طبعا من ضمن العلامات الحقيقة اللي هي حكة الزور اللي يمكن أوميكرون يعني تميز بيها، وكمان بيبقى فيه ارتفاع بسيط في درجة الحرارة والكحة الجافة في بعض الأحيان. طبعا على الجميع الحقيقة أي حد بيعاني من أعراض تنفسية في الجهاز التنفسي عليه ان هو يعزل نفسه فورا ويبعد عن القريبين ليه، علشان دلوقتي الاصابات الحقيقة بقت عائلية. طيب دكتور، انا كنت يعني معظم الحالات اللي بتتسجل ان هي عندها اوميكرون ما بيبقوش عندهم اي اعراض، او بتبقى حاجه بسيطه جدا اشبه بال يعني الانفلونزا او الزكام الخفيف جدا. طب يعني هل كل الناس اللي اصيبت بيه في العالم حتى مش في مصر بس كانت اعراضهم كده، ولا في ناس تعبت جامد واتنقلت المستشفيات زي الموجات السابقه لكورونا؟ لازال طبعا في وفيات، احنا بنتكلم على فيروس نشط وفيروس جديد، لازال لسه في وفيات، وعلشان كده في تخوف طبعا من الاصابه بفيروس كورونا اللي هو اوميكرون. الوفيات طبعا هي موجوده في كبار السن والناس اللي بتعاني من الامراض المزمنه، وبعض الاحيان كمان في صغار السن والشباب والاطفال. وعلشان كده الحقيقه الاصابه يمكن نسب الحالات البسيطه اعلى من دلتا في اوميكرون، لكن الحالات الشديده لازالت موجوده، وفي حالات بتخش المستشفيات بتحتاج فعلا الى اجهزه تنفس اصطناعي في بعض الاحيان، وفي وفيات بيتم تسجيلها نتيجه الاصابه باوميكرون. نعم. طيب دكتور، برضو عشان برضو الاسئله احنا بنحاول نسال الاسئله اللي المواطنين بيسالوها بالنسبه للاطفال، ويعني الحفاظ على الاطفال من اوميكرون، هل الفتره القادمه ناخد بالنا من حاجه معينه سن معين، ولا لسه الابحاث فكره اوميكرون والاطفال ما ظهرتش قوي؟ طبعا للاسف انه اوميكرون لم يعد يفرق بين الكبار والصغار، وانه صغار السن برضه بيتم اصابتهم وتظهر عليهم اعراض الاصابه، وإن كانت الإصابة بتكون خفيفة ولكن هم بينقلوا الإصابات إلى أسرهم، وزي ما قلنا إنه الإصابات دلوقتي بقت عائلية، واحد من الأسرة تم إصابته ممكن إن هو ينقل العدوى لكل من هو حوله. أوميكرون يعني معدل انتشاره الحقيقة أعلى، والآر نوت اللي إحنا كنا بنقيسها بنشوف إنه المصاب يقدر يصيب كام شخص، لقينا انه الانفلونزا مثلا الشخص بيصيب من 2 ل 3، اما دلتا كان بيصيب من 6 ل 7،
دلوقتي اوميكرون بيصيب من 14 ل 16 شخص. ده يدل على الخطوره وناخد بالنا، عشان كده بنقول كويس ان الدوله واتجاهات الدوله لتجديد الاجراءات الاحترازيه، ولازم كلنا ان احنا نحافظ عليها. احنا بنشكرك طبعا شكرا جزيلا دكتور اشرف عقبه، رئيس اقسام البطنه والمناعه بجامعه عين شمس. سابقا شكرا جزيلا ليك.